اهلا بكم عزيزتي، مرحبا بكم من جديد في مطبخي. اليوم غادي نقدم لكم ايضا لائحة للشهيوات رمضانية اللي غنقدروا نستعملوا في الفطور، وكذلك كاينه واحد الوجبة ممكن تستعملوها في السحور. اذا غادي ندوزو نشوفوا اول وصفة اللي هي شوربة ديال البروكولي. غادي ناخدو واحد الطنجرة وغادي نديرو فيها زبيدة حتى تذوب، غادي نضيفو ليها بوارو مقطع ونخليه يتشحر شي شويه. من بعد غادي نضيفو جوج دريسات ديال الثومه كيف ما كتشوفوا مقشرين ومقطعين، من بعد غادي نضيف البروكولي. تقريبا خديت نص كيلو ديال البروكولي، وهنايا هذا واحد البويون، واحد المرق ديال الكروفيت. الكروفيت كما قلت لكم ديك المره كنحافظ على القشور ديالو، فغليتهم واحتفظت بداك البويون صفيته، وهو غادي نمرق به. غادي ناخذ تقريبا يطرونس. غادي نضيف شويه ديال الابزار، شوية ديال الملح، غادي نضيف ايضا واحد القبيطة ديال القزبر ومعدنوس، وواحد فليفلة نص ديالها. الفلفلة لانها كتحتوي على فيتامين سي، وفيتامين سي كيسرع امتصاص الحديد اللي كيكون في هذا البروكولي. اذا خليتها طابت تماما حتى طاب المكونات اللي فيها، وطحنتها في خلاط كهربائي ونقدمها. اذا بالنسبه للوصفه الثانيه، كناخد واحد الكميشه ديال تقريبا زلافه عامره ديال لي زيبيناغ السبانخ، غادي نضربهم مع كاس ديال الحليب ديال العنبه، غنطحنهم حتى كيوليو ليا بحال العصير. نقدر نزيد شويه الحليب يعني نفوت داك كاس العنبه. اذا غنديرهم في واحد لوبول، من بعد ما طحنتهم تيوليو ليا كما قلت لكم بحال عصير. غادي نضيف لهاد ليهم معلقه كبيره ديال الخميره المعجونه او هذه البودره. غادي نضيف جوج معالق كبار ديال السكر، وغنخلط هاد المكونات بجوج. غادي نضيف ليهم ثلاثة ديال الكيسان ديال الطحين او 300 غرام. اذا هذا عجين بليزيبيناغ. غادي نضيف جوج معالق كبار ديال الزيت البلديه، شويه ديال الملح. غادي نعجن هاد المكونات هادو مزيان. الى احتاجينا غادي نحتاجو نزيدو تقريبا واحد ربع كاس ديال الماء. اذا غادي نعجنهم مزيان وغادي نخليهم يرتاحوا واحد نص ساعه، وندوز نشوفوا الحشوه اللي استعملت. اذا بالنسبه للحشوه، اذا خديت مقله درت فيها زويته بلديه، ضفت ليها الدجاج، درت ديال الدجاج 300 غرام، شويه ديال الابزار، شويه ديال الملح، وغادي نجيب ايضا لي زيبيناغ السبانخ مقطعين رقاق بحال الربيع. غادي نخليهم يطيبوا شي شويه، نضيف لهم شويه ديال الثومه بودره، شويه ديال السكينجبير، غنخليهم ينشفوا مزيان، وغادي نضيف لهم جوج معالق كبار ديال اي فرماج ديال الدهن، وغادي نحركهم حتى كيذوب الفرماج فيهم، ولكن تكون نشفوا من الماء مزيان حتى ما يكونش فيهم الماء. صافي كنضيفهم، وهذه هي الحشوه واجده. اذا الحشوه سهله بسيطه. غادي ناخذ نرجع للعجينه من بعد ما تكون خمرات، نخليوها واحد ربع ساعه حتى نص ساعه. هنا من بعد ما خمرات شوفوا كي كتولي لي سرطبه، كنخشي يدي بسهوله فيها. نقسمها على جوج، واحد النص التحتاني غنديرو هو القالب، والنص الفوقاني غنديرو التزيين. اذا النص التحتاني غندلكو، كتشوفوا لونها كيجي خضر، كيجي غزال لونها، وطبيعه الحال حتى المذاق ديالها زوين وصحيه.
كندلكها مزيان، غادي نجيب واحد المول يكون مربع مستطيل دائري اللي بغيتو نتوما، المهم تكون القاعدة ديالو كتتحرك باش يعطينا شكل زوين. غادي نحاول نستف العجينة مزيان في القالب ديالو، نقطعها من الجناب، نحيدها من حيد لها دوك الجناب ودوك الزوائد، وغادي نجيب الحشوة من بعد ما نقدم مزيان. غادي نجيب الحشوة وغادي نديرها في وسط منها، هذه فطيرة سبانخ في سبانخ. غادي نسرحها مزيان. وبالنسبة للجزء الفوقاني اللي غادي يكون هو ديال التزيين، فغادي ايضا ناخذ هذاك النصف الاخر ديال العجينة وندلكو كما تتشوفوا هكا. غادي ناخد واحد القطعة وغنبقى نقطعو بحال هكا شرائط حتى كنكمل العجين كامل. من بعد فاش كنسالي التقطاع كناخد كل ثلاثة وكنجمعهم وكنصايب ضفيرة، يعني كنضفر هاد العجين حتى كنساليه كامل كل ثلاثة بوحدهم، حتى كنسالي الضفائر كاملين. من بعد ما كنسالي الضفيرات كاملين تناخدهم وتنبدا نلصقهم بحال هما باش غادي نغطي هذيك الطرطه ديالي، هذيك الفطيره ديالي. اذا تنبقى نديرها هكا حتى كنكمل التلصق ديالهم كاملين. نقدروا ندهنوا دوك الجناب بشويه ديال البيض باش يجينا ساهل ويبغى يلصق لينا فيه. صافي، من بعد غندير واحد الدهينه د البيض وغندخلو الفران على درجه حراره 200 ونخليه واحد ربع حتى ثلث ساعه حتى كتحمر وكطيب مزيان. ها هي كما كتشوفوا هي خرجت من الفران، الشكل ديالها زويون ومحمره زوينه والمذاق روعه. لان هي كتشوف الجناب ديالها كيفاش محمرين ومقادين. غادي نقطع لكم واحد الطريف من الوسط باش تشوفوها كيفاش كتجي. هو العجين كيجي قطني، يعني كيجي مفشفش رطيط بزاف بزاف، يعني كيجي من اروع العجائن حتى هو. اذا ها هي كيفاش كتجي من التحت، كيجيو الطبقات ديال العجين مع الطبقه ديال الحشوه باينين. وبصحه والراحه. بالنسبه لهذا العصير، اذا هنا كتشوفوا بانني كناخذ الماء ديال الخيار بهذيك لاباري اللي كتخرج غير الماء. اللي ما عندهاش هذا لاباري تقدر تحن تحيد تقشر الخيار وتاخذ تعصر مزيان، تحنو مزيان. انا عصر الليمون. غادي يكون عندي هنايا بالنسبه لهذا الخليط هذا الخيار الفريز والعصير ديال الليمون، وغادي نضيف ليهم واحد الحبه ديال الباربه مسلوقه وجوج معالق كبار ديال العسل. هادو هما الاضافات اللي غادي نضيف ليهم. غادي نطحنهم مزيان ونقدمو بالصحه والراحه. عصير فواكه كيحمق، كيجي رائع في المذاق ديالو وصحي بزاف. اذا هنايا بهذه الوصفه هذه غادي ناخد المقله وغادي ندير فيها جوج دريسات ديال الثومه مقطعين رقاق، غنضيف ليهم جوج خيزويات محكوكين حكاكه رقيقه وواحد القريعه محكوكه حتى هي. هذه الوجبه كتجي سهله ولذيذه خصوصا الا بغينا نديروها في السحور او ممكن نقدموها حتى في الفطور. غادي نضيف لها شويه ديال الملح، هذو المكونات نضيف لهم الملح، شويه ديال الابزار. غادي نجيب نص كيلو ديال السطر ديال الدجاج وغنضيف ليه هذاك الجزر اللي طحنت، اللي عفوا اللي دبلت. غادي نضيف لهم شويه ديال السيبولات او المعدنوس على حسب شنو عندنا، شويه ديال الزيت البلديه، شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار، شويه ديال الكمون،
وشوية ديال التحميرة، وغادي نخلط مزيان هذا الدجاج مع هذه المكونات. غادي ناخده وغادي نطحنه، الخلاط فاش كنطحن حتى كيولي ليا كفته. هنا تيولي كفته، كنجيبو غادي نزيد ليه 2 معالق كبار ديال الزنجلان، واحد شويه ندير له شي معلقه ديال الشابلور. اذا كنجيبو كندير منه كويره خبيزات بحال هكا، وكندوزو في الشابلور مزيان، تنستفو في شي صينيه بحال هكا، كنعاود نفس العمليه حتى كنكملو كامل، وكنستفو في شي صينيه وكندخلو للكونجيلاتور واحد الربع ساعه. من بعد كنجبدو، ديك الساعه كنبدا نقليه او ندخلو للفران باش يتحمر. بالنسبه للمرافقات فخديت شويه ديال خديت الماء، درت لي شي ورقه سيدنا موسى، شويه سيبولات وفلي فلا وشويه الملحه، درت فيه البطاطا، غير بدا كيغلي حيدت البطاطا. وهاد البطاطا غادي نشرملها، غادي نضيف ليها معلقه ديال الصوجه، شويه ديال السيبولات، دريسات ديال الثومه جوج، وشويه ديال الملحه، وغادي نخليها تشرمل هكا. اما غادي ندخلها للفران اما غادي نقليها حتى تطيب. وبالنسبه للخضر المرافقه نفس الماء اللي درت فيه دوك المكونات اللي هي الفليفله حاره والسيبولات مليحه ورقه سيدنا موسى، غادي نضيف ليه الخضيره واللي عندي في الخضره، وغادي نخليها غير تسلق ونجبدها ونقدمها مع الطبق. نتمنى يكون عجبكم، وكانوا هادو هما الوصفات ديال هاد المائدة هذه الرمضانية. يا رب يكونوا عجبكم، وتحياتي لكم، وإلى اللقاء في وصفات جديدة.